السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد فتحي. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح زمن the present simple tense، هو زمن اسمه زمن المضارع البسيط. نبدأ مع بعض كده ونشوف. التكوين بتاع الجملة في زمن present simple. إزاي بكون جملة في present simple؟ أي جملة عندي لازم هتبدأ بـ subject. يعني إيه subject؟ يعني فاعل. في ناس مش عارفة يعني ايه subject، مش عارفة يعني ايه فاعل. subject يعني he أو she أو it أو اسم مفرد زي يعني أو I we you they أو اسم جمع. يبقى أنا الجملة عندي بتبدأ بالsubject وفهمنا يعني ايه subject، يعني he she it اسم مفرد أو I we you they أو اسم جمع. ايه بعد السبجكت؟ الفيرب الفعل. بيجي الفعل. طيب زي ايه أمثلة مثلا؟ أدي هي أو شي أو إت، نشوف أفعال. plays أو eats بما ده الفعل، ده الفيرب. I we you they والاسم الجمع play أو eat، يبقى هنا فوق بالاس plays و eats بالاس. يبقى إذا مع هي وشي وإت والاسم المفرد يبقى الفيرب والفعل بنزوده بالاس في present simple plays أو eats. مع I we you they أو الاسم الجمع اللي هو البلورال يبقى الفيرب بيكون infinitive بدون إضافة، الفعل ما بنزودلوش اس هنا. طب نشوف القاعدة بشكل ايه بتفصيل أكتر. يبقى أنا ببدأ بالسبجكت، عرفت يعني ايه سبجكت تاني أهو، هي شي إت أو اسم مفرد، يبقى الفيرب بلس اس. يبقى أي هي أو شي أو إت أو اسم مفرد يبقى الفعل أو الفيرب يبقى منتهي بحرف الاس. examples هي eats اهو الاس هنا، هي eats she eats بالاس برضه، she eats it eats بالاس، يبقى مع هي وشي وات او الاسم المفرد يبقى الفيرب يبقى منتهي بحرف الاس زي ما احنا شايفين في القاعده. طيب لو في ال I we you they بقيه السبجكتس بقيه الضمائر اهي، شوف مع بعض. يبقى ادي السبجكت لما يكون I أو we أو you أو they أو plural اسم جمع، يبقى هنا الفيرب، الفيرب هيكون بدون إضافة. شوف الفيرب هنا هيكون إيه؟ هنضيف ليه الفيرب هنا هيكون إيه؟ بدون إضافة، يعني مش هنقدر نزود بس. يعني إيه بدون إضافة؟ يعني infinitive، الفيرب بيكون إيه؟ infinitive. examples I ده subject، يبقى أنا هجيب فيرب هجيب فعل مش هقدر أزود له إس. يبقى I eat مفيش إس. we play بدون اس. you go بدون اضافه. they help يبقى هنا الافعال كلها بدون اضافه، مفيش اس فيها، افعال تعتبر انفينيتيف، افعال كلها بدون اضافه. نشوف بعض السبيلنج رولز. verb لما يكون من الفيرب الفعل منتهي بالحروف دي اس 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 اتش سي اتش اكس او يبقى هنا الفيرب هنزود له ES. يبقى تاني يبقى الفيرب لما يكون منتهي بالاس اس اس اتش سي اتش اكس او او اي نهايه من النهايات دي تبقى في نهايه الفعل يبقى الفيرب هنزود له ES في present simple. examples cross ادي cross منتهي بدبل اس اهو، يبقى كده هيبقى ايه؟ crosses زودنا له ES باللون الاحمر اهو ES. wash منتهي بإس اتش يبقى نزود ES washes وهكذا. catch catches ES منتهي بـ CH catch. mix mixes دي عشان منتهي بحرف الـ X. go منتهي بحرف الـ O. goes يبقى الأفعال لما تكون منتهية بالنهاية دي SS CH SH CH أو X أو O يبقى نزود ES. وأدي إيه أمثلة للأفعال اللي هي منتهية بالنهايات اللي فوق. طيب هنا لازم نعرف في عندي نوعين من الحروف، في حاجة اسمها consonant letters، اسمها ايه؟ consonant letters و vowel letters. consonant letters الحروف الساكنة والمتحركة. نبدأ بال vowel letters الأول، الحروف ال vowel letters الحروف المتحركة. لازم أعرف ايه هي ال vowel letters. ال vowel letters أهي، أدي ال vowel letters A E I O U دي كلها اسمها vowel letters أو الحروف المتحركة. طب فيما عدا ذلك أي حرف غير الخمس حروف دول يبقى اسمه إيه؟ consonant letters.
الكونسوننت ليترز قايل ايه بقيه الحروف اللي هي الحروف الساكنه بي سي دي اف جي وهكذا. اي حرف ما يكونش موجود من ضمن الخمسه الفاوز اللي فوق يبقى هو هيبقى موجود في الحروف الساكنه اللي هي الكونسوننت ليترز اللي مكتوبه اللي هي باللون الازرق. طيب هنشوف ايه اهميه لازم ايه اهميه معرفه الفاول ليترز والكونسوننت ليترز. نشوف هنا كده يبقى الافعال لما يكون من فعل منتهي بحرف الواي. وحرف الواي يكون قبليه حرف ساكن، يبقى تاني حرف الواي لما يكون في نهايه الفعل. ويكون حرف الواي مسبوق بحرف ساكن كونسوننت ليتر. يبقى هنا الواي ايه اللي هيحصل للواي؟ الواي تحذف ونحط مكان الواي اي اس. حط مكان الواي اي اس. يبقى تاني يبقى حرف الواي لما يكون مسبوق بحرف كونسوننت، حرف الواي في اخر الفيرب في اخر الفعل وقبليه حرف كونسوننت. يبقى هنا الواي تحذف ونحط مكان الواي اي اي اس. examples study ادي study الواي مسبوقه بحرف كونسوننت بحرف متحرك ساكن كونسوننت. يبقى هنا شوف الواي هيحصل ايه، الواي هنحذفها هنا ونحط مكان اي اس اهو studies. حذفنا الواي حطينا اي اس. example تاني carry واي قبلها vowel قبلها consonant سوري واي قبلها consonant يبقى carries واي حذفها حطينا اي اس. mary marries. اما حرف الواي لو كان قبليه حرف فاول، يعني حرف الواي لو جاء قبل حرف فاول حرف متحرك يبقى هنا الواي مش هتحذف ونزود اي اس على طول. هنزود اس سوري هنزود اس على طول بعد الواي والواي مش هتحذف زي هناك مع consonant. example play بعد الواي قبليها حرف consonant حرف فاول سوري الواي قبليها حرف فاول يبقى الواي مش هتحذف ونزود الاس. plays stay stays buy buys. طب نشوف هنا الكيوردز الكلمات الداله على present simple. ايه الكلمات الداله على present simple؟ always بمعنى دائما، كلمات الترجمه بتاعتها تحتيها مكتوبه. often او ممكن ننطقها often American often او often. usually usually sometimes sometimes seldom seldom rarely rarely hardly ever hardly ever never every. يبقى دي كلمات الداله على present simple. شوف القاعده الثانيه، نرجع القاعده الثانيه بتاعت present simple بشكل مختصر. يبقى لما يكون في هي او شي او ات او singular يبقى الفيرب هيبقى اخره اس، حرف الاس، يبقى الفيرب بلس اس. I أو we أو you أو they يبقى الفيرب بدون إضافة، يبقى الفيرب مفيش إضافة. يبقى الفيرب infinitive. يبقى الفعل هنا بالإس لما يكون فيه هي وشي وإت وسنجلر، هنا الفعل بدون إضافة لما يكون فيه I we you they أو اسم ده. هنشوف examples هنا هنعمل correct، عايزين نعمل correct للفعل بين الأقواس. الفعل أفعال بين الأقواس هنحطها في present simple. يعني إيه في present simple؟ يعني يا إما الفعل يتزود له إس يا إما يتساب زي ما هو. فهيكون على حسب السبجكت. نمبر 1 الجملة أولها منى، منى دي تعتبر سنجولار اسم إيه؟ مفرد، اسم مفرد يبقى هنزود الفيرب كم، يعني كم هيبقى إيه؟ كمز دي عشان منى. نمبر 2 I sometimes play tennis. كلمة دالة sometimes. الجملة بتبدأ بـ I أهو آدي I. I يبقى الفيرب بدون إضافة. بلس مفيش أي حاجة بعديها. يبقى play. اللي بعدها He always need help. الجملة بتبدأ بهي بهي يبقى الفعل نيد ادي يبقى نيد ما دام في يبقى نزود اس يبقى ايه؟ نيدز. بعدها نمبر 4 وي نيفر ايت فيش. وي الجملة بتبدأ بوي والكلمة الدالة نيفر ده ايت بدون اضافة. توم ده اسم مفرد توم. توم يوجوالي واتش تي في يبقى هنا واتشز هنزود اي اس عشان واتش منتهية بسي اتش. نمبر 6 بيتر اند سالي اوفن جو تو سكول باي باس. بيتر اند سالي ده اسم جمع يعني يعتبر they. كنا بتبدا باسم جمع بيتر اند سالي او يعتبر they. يبقى الفعل هيفضل زي ما هو جو
بدون إضافة go. بعد كده قاعدة تاني برضو هي أو شي أو إت أو سين بتبقى نفس القاعدة اللي بتبقاش مفكرك بيها على طول. نكمل it like to drink tea every week. يبقى هنبدأ بالسبجكت إت أدي إت أهو إت يبقى الفيرب إس likes like أصبح إيه likes. نمبر 8 they بدون ما بتبدأ بـ they sometimes cook meat they يبقى الفيرب أهو الفيرب بدون إضافة cook. Number 9, we. Oh, but in we. A do. We do our homework every day. كان بدون إضافة. Number 10, she sometimes swam in the sea. كلمة دالة sometimes, but in she. Oh, she, يبقى الفير. Swims. She sometimes swims in the sea. 11, they never speak English. ممكن تبدأ ب they never كلمة دالة وأدي هنا مع they يبقى الفيرب مفيش إضافة بدون إضافة يبقى speak زي ما هو. Sammy usually play football. Sammy ده يعتبر he أو اسم مفرد singular يبقى الفيرب plays. Sammy plays football. نشوف rewrite هنا على نفس القاعدة برضو. Number one, we go to Aswan every day. عايزين نبدأ به. يبقى لما ببدأ به يبقى هي بتدخل مكان يبقى هي هتدخل مكان we. إن السبجكت تدخل مكان السبجكت. يبقى هي هذه مع هي يبقى هنبدأ به. وجو هتبقى goes. هنزودها اي اس عشان بادئين به. يبقى he goes to Aswan every day. She helps me. عايزين نبدأ ب they. يبقى they تدخل مكان she. طب انا مع they بفعل على بدون اضافه يبقى they help me. A teacher works in a school. عايزين نبدا بteachers. teachers ده اسم جمع ويعتبر they يبقى الفعل كده هيبقى بدون اضافه اللي هو works. يبقى teachers work in schools. he writes short stories. عايزين نبدأ بـ we أو we مكان he والفعل كده we الاستشهاد يبقى we write short stories. تعالوا تاني برضو نكمل. نمبر 5 they watch TV. عايزين نبدأ بـ she and we want to begin with she. يبقى she تبقى instead of they مكان they. يبقى she watches TV. An elephant lives in the zoo. عايزين نبدأ بـ elephants. Elephants تدخل مكان an elephant. The elephants live in the zoo. A doctor looks after sick people. عايزين نبدأ بـ doctors. دي مفروض الأحمر doctors. يبقى doctors هتدخل مكان a doctor. يبقى إيه؟ Doctors look after sick people. شوف هنا جزء choose على نفس القاعدة برضو. نمبر 1 we يبقى ادي هنا عندي we مع we الفعل يبقى بدون إضافة يبقى we play يبقى اخترنا ايه play we play proper. نمبر 2 she takes taking us to the zoo every day. يبقى الجملة بدأ بshe يبقى she اهو ادي she يبقى الفعل بالاس she takes يبقى اخترنا ايه takes. Tom and Sally always reading short stories. Tom and Sally, they يعتبر they أو اسم جمع. يبقى الفيرب بلس يبقى زيرو هنا مفيش إضافة. يبقى read. Tamer usually help. Tamer مفرد singular يعتبر he و singular. يبقى الفيرب بلس s needs. My sisters often he. My sisters plural they. الفعل بدون إضافة هنا. Make. قاعدة تاني. My sister. هنا my sister يعتبر she مفرد. My sister مفرد.
يبقى my sister makes. My sister makes tea. They usually cook. أهو they. She never speaks. She never speaks English. An elephant. Elephants. Lions. Lives in the zoo. هنا lives فعل في اس يبقى انا محتاج اسم مفرد. لان الفعل بيكون في اخر اس هنا بقى انا محتاج حاجه من دول مفرد. يبقى فين المفرد هنا؟ An elephant. An elephant lives in the zoo. Number 10 Dina. Dina مفرد او she. يعتبر مفرد او اسم مفرد او she. Singular noun or she. يبقى Dina uses a computer every day.